خلينا نشوف التقرير ده اللي عملته قناة أمريكية. أشهر مكان الراجل اللي جاي ده عشان أحمد بس. قناة أمريكية عملت تقرير عن على مواقع التواصل. القناة اسمها فايس نيوز. القناة نزلت مراسلة ليها في الشوارع تحكي قصص بعد ما دخلت مصر وهي متخفية خوفا من الوضع في مصر زي ما قالت. إيه رأيك يا أحمد؟ نشوف الفيديو كده. This tells us the government is stepping up its mission to silence anyone in defiance of the state. So we're headed to Cairo undercover with just our mobile phones to examine what many are calling one of the darkest periods in Egypt's history. Just landed in Cairo. The story that we're going to be covering here puts us at serious risk of being targeted by authorities, so we're going to be keeping a very low profile. الولية نزلت ونزلت جابت معاها حد والحد غير صوته خوفا من الملاحقة. واتكلمت الست دي المراسلة دي عن الوضع الكارثي في مصر حول الإنسان. انت وتقول لي انزل 90% كذب. كذب بيتكلم مين انت؟ بيتكلم الشعب المصري. قلعة الخوف ده بقى ممكن يبقى الفصل اسم الفصل التاء. ده ممكن يبقى البس عامل ازاي؟ ده مش باكا وبقى وحشة كمان يعني. ده ممكن يبقى اسم الفصل الأول من تحقيق المراسلة الصحفية اللي عملته عبر قناة ذا فايس الأمريكية. رصدت الوضع في ميدان التحرير وشافت التحكمات التمركزات الأمنية في الميدان وشافت خوف النظام من ثورة. شوف كده. Okay. Can you tell me why we're not allowed to film here? What's the reason? عشان الوضع بتاع البلد. الثورة. The security? Yes. It's security problem. Welcome to Egypt. It was really crazy how the minute that we got there, we were just surrounded by people just for taking a selfie. That's where, to them, it represents a revolution, represents people fighting for their rights. And that is exactly what the CC's current crackdown is all about, stopping that from happening again. لا والنبي ارجع كده بص بتاع الامن ياما كتبت مدبولي في ميدان سليمان باشا. بص لا كمان ارجع ورا لحد كشك الكهرباء كان زمان. ايوه بس على فكره مدبولي له شقه ورا عند المحل ده ورا محل الملابس ده فوق عاملها مخزن كتب. اطلع اطلع اطلع, اطلع بقى البنت كده لقدام. اطلع لقدام. لا يعني لا خلاص هيكمل. بص بص بتاع الامن واقف فين. بص والله بص بتاع الامن واقف. بص بص هيمشي هيمشي بقى هتلاقيه عمال يبص لها قوي اهو. احنا بنصرف على كميه رجال امن في الشوارع انت ما تاخدش بالك منهم. كمل 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 مع البنوته كده. بص بتاع الامن بص عامل نفسه قال واقف مستني واحد صاحبه ما جاش. يعني عبيط قوي. دول مغبرين بتوع زمان. ايه الشباب دي بتقبض منين بقى؟ الشباب دول بيقبضوا منين؟ من الدوله. كمية مغبرين في الشوارع بص قد ايه. ده في سليمان باشا يعني. ده لسه على التحرير شوية قدام يعني. ده من سليمان باشا والامن قاعد. هتقول لي مجايز مش امن. اقول لك واقف ليه واقف ليه واقف يعمل ايه يعني. بص الراجل البواب اللي هو جنب العمارة اللي فيها شقة مدبولي اللي عاملها مخزن الكتب. طب بص الراجل اللي جنبه بتاع الهدايا محل الهدايا ده او الورد اللي جنبه ده. بص ناس قاعدة عادية ناس عايشة عادية. لكن ده بيقول انا فرد امن. انا فرد امن. أنا يطلع يقول لك والمصحف تقرير غلط.